الفهد هو حيوان من فصيلة القطط الكبيرة، وبيتميز بجسمه الضخم ورجليه القوية وديله الطويل. لون الفهد بيكون بني مايل للأصفر ومنقط بالأسود، أما وزنه فبيبدأ من 30 ل 90 كيلوغرام، وطوله من 100 ل 190 سنتيمتر، وسرعته بتوصل ل 45 كيلومتر في الساعة. الفهد عنده قدرة على أنه يقفز لمسافة 6 أمتار، وبيتغذى على الحيوانات والطيور والأسماك، وبيعيش في جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والهند والصين.